اليوم ماخديتكم على مكان جمال وساحر بالأردن وفيه بوفيه إفطار. نبلش بالبوفيه ورح تلاقيكم خيمة المقبلات. نبدأ بالأطباق الرئيسية، الجاج والفريكة والخروف المحشي والرز وغيرهم من الأطباق الشهية والصاجية اللي رح تاكلوها من النار عطول. نرجع لخيمة المقبلات اللي فيها أصناف من المقبلات والسلطات وأنواع المخبوزات. وللتحلاية بعد الفطور عاملين لكم أشهى أنواع الحلويات. وهلأ أجا دور أفرجيكم جمال القعدة بهالمكان الساحر اللي وإنتوا قاعدين ما رح تقدروا ما تتأملوا وتروحوا بخيالكم لبعيد. قعدات كبيرة على إطلالة بانورامية رح تشوفوا منها كل البحر قدامكم، وهالمساحة بتقدروا تقعدوا فيها وتتصوروا وتحضروا الغروب وتستمتعوا بمنظر البحر. حاطين لكم فيها خريطة بتبين لكم المناطق اللي حوالين البحر الميت. لمناسباتكم وأوقاتكم الخاصة عاملين لكم قاعدة برايفت بتقدروا تحجزوا فيها بعيد عن الكل. إذا حابين تفاجئوا حدا وتجيبوه على هالمكان بهليكوبتر عاملين لكم مهبط للطيارة، وعاملين لكم مسارات بتقدروا تمشوا فيها وتوصلوا لأحلى نقطة بالبانوراما. حبيت وقت الغروب أفرجيكم المنظر الساحر، اسم المكان بانوراما البحر الميت، بنصحكم تزوروه.